بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثامنة من كتاب البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لأبي الوليد محمد بن رشد الجد، يتلوه على مسامعكم الكريمة أخوكم الراجية رحمة ربه دويشي محمد. استماع طيب. ومن كتاب أوله مساجد القبائل، وسئل مالك عن الرجل يجعل الخرقة يمسح بها وجهه عند وضوئه، قال: لا بأس بذلك وأنا أفعل ذلك. ثم قال: وما الذين يسألون عن مثل هذا؟ فقيل: إن بعض الناس يذكرون أن بلال بن عبد الله بن عمر ينهى رجلا عن ذلك، ويقولون هو يذهب بنور الوجه، فوعظه أن يحدث بذلك أو يقبله ممن حدثه. قال: ولو قاله بلال أيؤخذ منه ذلك؟ قال محمد بن رشد: إنما أنكر مالك رحمه الله والله أعلم هذا الحديث، ووعظ أن يحدث بذلك أو يقبله ممن حدثه لبيان بطلانه، وذلك أن نور الوجه هو بياضه، فإن كان أراد أن مسح الوضوء بالخرقة يذهب بياض الوجه في الدنيا فيسود أو تعلوه كالغبرة فذلك ترده المشاهدة، وإن كان أراد أنه يذهب بياضه في الآخرة فيسود أيضا أو تعلوه غبرة فذلك يرده القرآن، لأن الله تعالى أخبر في كتابه أن ذلك من علامة الكفار. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وقد روي أنه عليه السلام كانت له خرقة ينشف بها بعد الوضوء، وقع هذا الأثر في المدونة من رواية عائشة رضي الله عنها، وقولها كانت له خرقة يتنشف بها عند الوضوء يقتضي أن ذلك كان شأنه الذي يداوم عليه، فلا يعارض هذا ما روي عن ميمونة أنها قالت: صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل به، ثم أتيته بمنديل أو خرقة فلم يردها أو لم ينفض بها، إذ قد يحتمل أن يكون كره الخرقة لشيء علمه فيها، أو كره مناولتها إياه، أو أحب أن يكون هو الذي يتناولها بنفسه تواضعا لله عز وجل، ولعلها قامت بها عليه فكره قيامها، إذ ذلك من فعل الجبابرة. وقد قال عليه السلام: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ومن الناس من كره ذلك في الغسل دون الوضوء اتباعا للآثار، فهي أقوال، وقد عللت الكراهية فيها بأنه أثر عبادة فكرهت إزالته كدم الشهيد، وهو من التعليل البعيد، وبالله التوفيق. مسألة: وسئل عن الخاتم يكون في يد الرجل أيحركه عند الوضوء؟ قال: لا أرى ذلك على أحد أن يحرك خاتمه. فقيل له: أيستنجي به وفيه ذكر الله؟ قال: إن ذلك عنده لخفيف، ولو نزعه لكان أحسن، وفي هذا سعة. وما كان من مضى يتحفظ هذا التحفظ في مثل هذا ولا سئل عنه. وقال ابن القاسم: وأنا أستنجي بخاتمي وفيه ذكر الله. قال محمد بن رشد: قوله لا أرى على أحد أن يحرك خاتمه عند الوضوء
مثله في بعض الروايات لأبي زيد بن أبي آمنة، في الذي يكون في أصبعه خاتم قد عض به، فهو كما قال: لأنه إن كان سلسا فالماء يصل إلى ما تحته ويغسله، وإن كان قد عض بأصبعه صار كالجبيرة، لما أباح الشرع له من لباسه إياه. فلا ينبغي أن يدخل في هذا لهذه العلة الاختلاف الموجود في المدينية وفي بعض روايات العتبية في من توضأ وقد لصق بظفره أو بذراعه الشيء اليسير من العجين أو القير أو الزفت، لأن الأظهر من القولين تخفيف ذلك على ما قاله أبو زيد بن أبي آمنة في بعض روايات العتبية ومحمد بن دينار في المدينية، خلاف قول ابن القاسم في المدينية وظاهر قول أشهب في بعض روايات العتبية. وقد روي عن أبي تميم الجيشاني قال: دخلت أنا وإخوتي على عمر بن الخطاب وعلى بعضهم خاتم، فقال له عمر: كيف يتم وضوءك وهذا عليك؟ فنزعه وألقاه، وهذا شاذ والله أعلم بصحته، إذ لو كان هذا واجبا لاتصل به العمل ونقل نقل التواتر الذي لا يجهل، وبالله التوفيق. وفي البخاري عن ابن سيرين أنه كان يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، وذلك من الاعتداء في الوضوء المنهي عنه ومن الغلو في الدين. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وأما الاستنجاء به وفيه ذكر الله فقد مضى القول فيه في رسم الشريكين، وبالله التوفيق. ومن كتاب أوله: مرض وله أم ولد فحاضت. قال ابن القاسم في درق البازي قال: يعيد في الوقت إلا أن يكون الذي يصيب ذكيا. فقيل لابن القاسم: فالحمام تصيب أرواف الدواب؟ فقال: أحب إلي أن لو أعاد في الوقت من صلى بخروها. قال محمد بن رشد: ذكر ابن حارث في كتاب يحيى بن إسحاق من رواية أصبغ عن ابن القاسم أن درق البازي نجس وإن كان الذي يأكل ذكيا. قال أصبغ: ولا يعجبني قوله إذا كان الذي يأكل ذكيا وأراه طاهرا. وفي المبسوطة أيضا لمالك مثل قول ابن القاسم في رواية أصبغ عنه أنه نجس يعيد منه في الوقت وإن كان الذي يصيب منه ذكيا. وقد روي عن مالك أنه لا يوكل ككل ذي مخلب من الطير لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلى هذه الرواية يأتي أن درق البازي نجس وإن كان الذي يأكل ذكيا. وقوله في الحمام يصيب أرواف الدواب بأن أحب إليه أن لو أعاد في الوقت من صلى بخروها، إنما إذا علم من حالها أنها تأكل أرواف الدواب ولم يتحقق أنها أكلتها، ولو تحقق ذلك لقال إنه يعيد في الوقت على كل حال، لأن خرو ما يأكل النجس عنده نجس، وبالله التوفيق. ومن كتاب أوله: نذر سنة يصومها. وسئل مالك عن خرو الحمام يصيب الثوب، قال: هو عندي خفيف وغسله أحب إلي. قال محمد بن رشد: وهذا إذا لم يعلم أنها أكلت نجاسة على ما تقدم في الرسم الذي قبل هذا، وبالله التوفيق. مسألة: وسئل مالك عن الرجل يكون معه الماء القليل لوضوئه فيمر به رجل فيستسقيه، أترى أن يسقيه ويتيمم؟ قال: ذلك يختلف، أما رجل يخاف أن يموت فأرى ذلك له، وإن لم يبلغ منه الأمر الخوف فلا أرى ذلك له، وقد يكون عطش خفيف ولكن إن أصابه من ذلك أمر يخافه فأرى ذلك له.
قال محمد بن رشد: خوفه على الرجل الذي يستقيه كخوفه على نفسه سواء. وقد قال في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهد أنه إذا كان معه من الماء قدر وضوئه فخاف العطش أنه يجوز له أن يتيمم ويبقي ماءه، وهو كما قال لأن الخوف على النفس يسقط حق الله. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. مسألة: وسئل مالك عن من نام فاحتلم وصلى الصبح فرأى في قميصه الاحتلام وهو بالسوق، وذلك نهارا بعد أن طلعت الشمس وهو يريد أن يشتري حاجة، أفترى أن يمضي لحاجته أم ينصرف فيغتسل ويصلي الصبح؟ قال: بل ينصرف ويغتسل ويصلي الصبح. قال محمد بن رشد: مثل هذا في كتاب الوضوء في المدونة سواء، والدليل على صحته قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. فإن الله تبارك وتعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. وقد قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة: من ذكر صلاة قد خرج وقتها فليس له أن يتنفل قبلها. وليس الأمر عندي في ذلك بضيق، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إذ نام عن الصلاة في الوادي ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، وبالله التوفيق. مسألة: وسئل مالك عن الفارة تأكل من الخبز أيؤكل من موضعها الذي أكلت منه؟ قال: لا بأس بذلك. قال محمد بن رشد: مثل هذا في المدونة. قال: وسألنا مالكا عن الخبز من سؤر الفأرة فقال: لا بأس بذلك، وهو على أصله فيها أن السباع والدجاج التي تأكل النتن إن شربت من اللبن لم يطرح إلا أن يتيقن أن في مناقرها أذى. ويروى أن الخبز من سؤر الفأرة بفتح الخاء يريد ما عجن بالماء الذي شربت فيه، وذلك على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك سواء، وإنما يفترق ذلك على مذهب ابن الماجشون الذي يقول: إن الكلب إذا ولغ في اللبن أكل، وإذا ولغ في الماء وعجن به أو طبخ أنه لا يؤكل شيء من ذلك، لأنه فساد أدخله هو على نفسه بفعله، والله أعلم. مسألة: وسئل مالك عن الرجل يدخل أصبعه في فيه عند وضوئه ويدخلها في مائه، قال: لا بأس بذلك. فقيل له: فالسواك يدخله في مائه الذي يتوضأ به وقد أدخله في فيه، أيتوضأ بذلك الماء؟ قال: لا بأس بذلك. قال محمد بن رشد: إنما سأله عن ذلك لما خشي أن ينضاف الماء لما تعلق بأصبعه أو سواكه من ريقه، فرأى ذلك خفيفا إذ لا يتغير الماء من الريق إلا أن يكثر البصاق فيه. وقد استحب في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهد غسل يده قبل أن يعيدها إلى وضوئه، وهو حسن. إذ روي عن أبي الحسن القابسي أن الماء اليسير ينضاف بما حل فيه من الطاهر اليسير وإن لم يتغير به، كما تفسده النجاسة اليسيرة وإن لم يتغير بها، وهو شذوذ. مسألة: وسئل مالك عن الاستنفار أيستنفر الرجل من غير أن يضع يده على أنفه؟ فأنكر ذلك وقال: لا أعرفه، كأنه يرى أنه يضع يده إذا أراد أن يستنثر. قال محمد بن رشد: وهو كما قال، لأن ذلك هو السنة، والشأن في الاستنثار الذي مضى عليه العمل وأخذه الصغير عن الكبير.
ووجه ذلك أنه يضع يده على أنفه إذا استنثر ويدفع ما يخرج من أنفه مع الماء الذي استنثره من أن يسيل على فمه ولحيته. ولذلك أنكر مالك تركه وهو موضع الإنكار. وبالله التوفيق. مسألة: وسئل مالك عن المتيمم كيف يتيمم؟ قال: ضربة لوجهه وضربة ليديه، يمر يده اليسرى على اليمنى من فوقها وباطنها، واليمنى على اليسرى مثل ذلك من فوقها وباطنها. قال محمد بن رشد: هذا هو الاختيار عن مالك في التيمم، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، يمر اليسرى على اليمنى من فوقها وباطنها، الأصابع على ظهور الأصابع وظهر الذراع، والكف على بطن الذراع إلى أصل الكف، ثم اليمنى على اليسرى من فوقها وباطنها كذلك، إلا أنه ينتهي إلى آخر الأصابع. قاله ابن حبيب وخالفه غيره في ذلك، فقال: يمسح اليمنى باليسرى إلى أطراف الأصابع، ثم اليسرى باليمنى كذلك. وما في المدونة محتمل للتأويل، والفرض عنده ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الكفين، فإن تيمم أحد عنده إلى الكفين أعاد في الوقت، وإن تيمم بضربة واحدة لم يكن عليه إعادة. وقال ابن حبيب: يعيد في الوجهين في الوقت. وقال ابن نافع ومحمد بن عبد الحكم: يعيد في الوجهين جميعا في الوقت وبعده. ويتحصل من اختلاف أهل العلم في صفة التيمم 9 أقوال، لأن في حده 3 أقوال: قيل إلى الكوعين، وقيل إلى المرفقين، وقيل إلى المنكبين. قيل بضربتين، ضربة واحدة للوجه وضربة لليدين، وقيل بضربة واحدة للوجه واليدين، وقيل بضربة واحدة للوجه واليدين، وضربة ثانية للوجه أيضا واليدين. واختيار ابن لبابة الذي قد ذكرناه في رسم الشجرة قول عاشر في المسألة. مسألة: وسئل مالك عن الجنب أيحرك لحيته بالماء إذا اغتسل؟ قال: نعم. فقيل له: فعند الوضوء؟ قال: يحرك ظاهرها من غير أن يدخل يده فيها، وهو مثل أصابع الرجل، أراد أنها لا تخلل. قال محمد بن رشد: قد مضى القول في تخليل الرجلين في آخر رسم اغتسل، وأما تخليل اللحية في الوضوء ففيها 3 أقوال: أحدها قوله في هذه الرواية وفي المدونة أنها لا تخلل، وهو قول ربيعة أن تخليلها مكروه، والثاني أن تخليلها مستحب وهو قول ابن حبيب في الواضحة، والثالث أن تخليلها واجب وهو قول مالك في رواية ابن وهب وابن نافع عنه حكاه ابن حارث. وقد مضى في رسم أخذ يشرب خمرا من توجيه الاختلاف في تخليلها في الغسل ما يدل على ذلك في الوضوء لمن فهم، وأظهر الأقوال استحباب تخليلها، فقد روي أن عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، قيل له: أتخلل لحيتك؟ فقال: وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. وبالله التوفيق. من كتاب أوله المحرم يتخذ خرقة لفرجه. وسئل مالك عن رجل جهل في السفر فتيمم فضرب ضربة واحدة فيمم بها وجهه ويديه وصلى، ثم سأل عن ذلك بعد أيام، قال: أرجو أن يجزئ عنه، وغير ذلك كان أصوب. قال ابن القاسم: لا أرى عليه إعادة في الوقت ولا بعده. قال محمد بن رشد: قد مضى في الرسم الذي قبل هذا من التكلم على هذه المسألة بما فيه كفاية. مسألة: وسئل عن من استنجى بضرة ثم توضأ وصلى، قال: صلاته تجزئه. قال محمد بن رشد:
قد مضى القول في هذه المسألة في رسم سن بما فيه كفاية. مسألة: وسئل مالك عن الخفين وما يصيب أهل مصر في أخفافه من الروث الرطب، أيمسحه الرجل ويصلي به؟ قال: أرجو أن يكون واسعا إن شاء الله، وما الناس كلهم سواء، من الناس من يركب ومن الناس من يجعل زوجي خفاف لموضع البرد فينزع الأعلى، وأرجو أن يكون خفيفا. فقلت له: فأحب إليك أن ينزعه؟ قال: نعم، هو أحب إلي، ولا أراه ضيقا على الناس. فقيل له: فالعذرة يطأ عليها؟ قال: ليس هذا مثل الروث، والروث أسهل عندي من العذرة، ولا أرى أن يصلي بالعذرة حتى يغسلها. قال: والبول، بول الناس عنده مثل العذرة، وخرو الكلاب وما أشبهها لا يجزئ فيها إلا الغسل، إلا أرواف الدواب وأبوالها فإن المسح يجزئ فيها. قال محمد بن رشد: وهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها في رسم أوله تأخير صلاة العشاء. مسألة: وسألته عن الطعام يوقد بأرواف الحمير أيؤكل أم لا؟ فقال لي: أما الخبز الذي ينضج فيه فلا يؤكل، وأما ما طبخ في القدر فأكله خفيف وهو يكره بدءا. وقال سحنون مثله. قال محمد بن رشد: هذا نحو ما وقع في رسم شك في طوافة في بعض الروايات. قال: لا يوقد بعظام الميتة لا الطعام ولا الشراب. قال ابن القاسم: ولا أرى أن يوقد بها في الحمامات. قال ابن القاسم: ولا أرى بأسا أن تخلص بها الفضة من التراب إن شاء الله تعالى. ونفرد القول على هذه المسألة في موضعها، وهذا كما قال، لأن الخبز الذي ينضج فيه قد داخله من عين نجاسة الروث النجس وسرى فيه فنجس بذلك، وأن ما طبخ عليه في القدر فلم يصل إليه من عين النجاسة شيء ينجس به من أجل الحائل الذي بينه وبينه، وإنما يكره من أجل ما يصل إليه من دخان الروث النجس، لما في ذلك من الشبهة من أجل من يقول إن الدخان نجس وإن لم يكن عندنا نجسا. مسألة: وسئل مالك عن الرجل يتوضأ يريد بذلك طهر الوضوء ولا يريد بذلك صلاة فتحضره الصلاة، أفترى أن يصلي بذلك الوضوء؟ قال: نعم، إذا أراد بذلك طهرا. قال محمد بن رشد: لا إشكال أن يصلي صلاة الفريضة بهذا الوضوء، لأنه إذا نوى به الطهر فقد قصد به رفع الحدث، فهذا أعم ما ينوي المتوضئ بوضوئه، وإنما الكلام إذا لم يعم ويقصد رفع الحدث، وإنما توضأ لشيء يعنيه، هل يصلي بذلك صلاة الفريضة أم لا؟ وهذا ينقسم على ثلاثة أقسام: أحدها أن يتوضأ لما لا يصح فعله إلا بوضوء كمس المصحف أو الصلاة على جنازة وما أشبه ذلك، والثاني أن يتوضأ لما يصح فعله بغير طهارة، والوضوء له مشروع استحبابا كالنوم وقراءة القرآن طاهرا وما أشبهه، والثالث أن يتوضأ لما لم يشرع له الوضوء أصلا كالدخول على السلطان وما أشبه ذلك. فالأول يصلي به باتفاق، والثاني يصلي به على اختلاف، والثالث لا يصلي به باتفاق. وبالله التوفيق. من كتاب أوله: حلف لا يرفعن أمرا إلى السلطان. وسئل مالك عن رجل يمشي بخفيه في مكان القشب الرطب فيصيبه من ذلك، أيصلي فيه؟
قال: لا، حتى يغسله أو يخلعه. قيل له: فالحديث الذي جاء في القشب؟ قال: ذلك القشب اليابس فيما تقول. قال ابن القاسم: ثم سمعته بعد ذلك يخففه في أرواف الدواب وأبوالها إذا مسحت وإن كانت طرية. قال محمد بن رشد: قد تكررت هذه المسألة في مواضع، ومضى القول فيها في رسم تأخير العشاء ما فيه كفاية. وبالله التوفيق. مسألة: وسئل مالك عن الرجل يمر تحت السقائف فيقع عليه ماؤها، قال: أراه في ساعة ما لم يستيقن بنجس. قال محمد بن رشد: زاد في هذه المسألة في رسم نقدها من سماع عيسى: فإن سألهم فقالوا هو طاهر، فإنه يصدقهم إلا أن يكونوا نصارى، فلا أرى ذلك. وهذا كما قال إن النصارى يحمل ما سال عليه من عندهم على النجاسة، ولا يصدقون إن قالوا إنه طاهر، بخلاف المسلمين، لأنهم ممن يتوقى من النجاسة ويخاف من ربه العقوبة. وقد تكررت في هذا الرسم بعينه من كتاب الصلاة. وبالله التوفيق. مسألة: وسئل مالك عن الدود يخرج من الدبر، أترى فيه وضوء؟ قال مالك: لا، هو عندي مثل البول الذي يفلت من صاحبه. قال ابن القاسم: يريد السلسل. قال محمد بن رشد: هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: أحدها أن لا وضوء عليه، خرجت الدودة نقية أو غير نقية، وهو المشهور في المذهب أن لا وضوء إلا فيما يخرج من السبيلين من المعتادات على العادة. والثاني أنه لا وضوء عليه إلا فيما خرجت غير نقية، وهذا على قول من يرى الوضوء فيما خرج من السبيلين من المعتادات، خرج على العادة أو على غير العادة. والثالث أن عليه الوضوء وإن خرجت نقية، وهو قول ابن عبد الحكم خاصة من أصحابنا، لأنه يرى الوضوء مما خرج من السبيلين من المعتادات وغير المعتادات. وبالله التوفيق.